السلام عليكم. جاموس برازيلي يتجول في شوارع الرباط. أثار ظهور جاموس برازيلي في مدارة شارع الحسن الثاني بالرباط دهشة المارة الذين شاهدوه وهو يتجول بين السيارات والحافلات وسط الحركة المرورية الكثيفة. وحسب شهود عيان، يظهر الجاموس عليه أثر التعب والعياء ويحمل أثر دماء على ظهره، يشير إلى احتمال تعرضه لإصابات خلال رحلته إلى المدارة. وعلى الرغم من وجود المارة الذين شاهدوا الجاموس، لم يتدخل أحد للتعامل معه، ولم يظهر أي صاحب لهذا الحيوان الذي ظل يرابط في موضعه لفترة طويلة. كاين أنواع ديال الدود الديدان خارجين من النيف ديالو. أنواع ديال الديدان خارجين من النيف ديالو. شوف أنواع الديدان خارجين من النيف ديالو. الديدان حمراء. وكيعاني. هذه فضيحة تاريخية. المغاربة وصلوا حتى لهاد الدرجة كياكلوا لحوم. كنتمنى أن كاع المغاربة يبارطاجيو هاد الفيديو. شوف كيطلق واحد النوع ديال اللعاب. شوف الوجه ديالو. شوف